أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوا. سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء. على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. أتى أمر الله فلا تستعجلوا. سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره
قدره على من يشاء من عباده. على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والرمال والحمير لتركبوها وزينة. الله 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 الله
والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. الله الله. ولو شاء وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء شراب ومنه شجر. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر. فيه تسيمون. يا عم الله. اي والله. الله. ايوه.
ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات هو الذي أنزل من السماء هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شرب فيه تسيمون الله 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 الشيخ بيقول لك شجر غير دي الله هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل الله 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 الله
وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه وما رأيكم في الأرض مختلفا ألوانه وما إن في ذلك لآيات لقوم يذكرون وهو الذي سخر
سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون يا سلام أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون كون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله والله يعلم ما تسرون
إلهكم إله واحد الله 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 فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا Thank you.
وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين كذلك يجزي الله المتقين كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين تقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون
لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين يتوفيهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين يتوفاهم الملائكة المشايخ كتار
المشايخ اللي بالك منهم ومشايخ هنا كمان عارفين السوسي وحمزه ومش عارف مين ورش كلمه بدل تتكلم عامل الله اكبر الله الله المشايخ قاعدين برمضان يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون يا الله يا الله وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم يا حبيبي يا بتاع الهواية قالوا خيرا وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم قالوا خيرا وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم يا حبيبي وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا الله أكبر الله أكبر وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولدار خير للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين يا سلام حسن الله للذين أحسنوا في هذه الدنيا
ولدا ولاخرة خير وليوم الدار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاء كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا فيها الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاء تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون
وما لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة. وإن لكم في الأنعام لعبرة. نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. وأوحي ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أن
اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعيشون. يا الله الله عليك الله عليك ثم كلي من كل الثمرات ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبلا ربك ذللا وأوحي ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا وأوحي ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. Yeah.
قال بزمتكم انتو سمعتوا حتى هو زي كده. والله ابدا نمور يا عم. يا مو الحال يا عم الشاعر. يا مو النبي. الله يا شيخ انت ما انت ماسخ قوي. كرامة الحاج عبد الرحيم. الله وأوحي ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشياطين مما يعرشون. ثم كلي فاسلكي ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي ألوانه فيه شفاء لقوم يتفكرون. ولله غيب السماوات ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو أقرب.
والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. انت ما تقولش كويس واحنا ما نقولكش كويس. مالك والله خليها انت ما تقولش زين واحنا ما نقولكش قول عيب علينا نقولها. انما تقول كويس هتقول للصوت. الله النبي ان شاء الله عندنا ثلاث كاسين الاولاني راح معانا الله يكرمك يا شيخ. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. طير مسخ
الصخرات في جو السماء إما يمسكهن إلا لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون يعرفون نعمة الله ثم ينكرون أكثرهم الكافرون صدق الله.